نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان مع تحيات دعاء حمصي فرح، ريتا أسعد والمخرج جورج العليكي. البداية مع العناوين. صباح الخير. أزمة التقنين تبلغ القطاع الاستشفائي وأوضاع الجامعة اللبنانية إلى مزيد من الاهتراء. ويوسف ظاهر لصوت لبنان. الوضع كثير كثير مزري. أعلننا الإضراب كرابطة داعيين لاعتصام اليوم قدام الإدارة المركزية لرفع الصوت. الكهرباء تختزل الحكومة بتفاهمات بر باسيل وطواحين إسرائيل تدور من كرول إلى الفي آي تي. كورونا لبنان 12 إصابة جديدة والعدد الإجمالي 1885. مسلسل استهداف المصانع النووية في إيران يسجل الانفجار الخامس. ومعاودة الاغتيالات في العراق تستهدف الناشط العراقي المعتدل هشام الهاشمي. قبل أن تطرح الحكومة في جلستها اليوم ملف الكهرباء بشقيه، تشكيل مجلس الإدارة والهيئة الناظمة مممنة نفسها بالمن والسلوى من صندوق النقد الدولي على إنجاز تأخر سنوات طويلة وقعت في مطب الإصلاح، فالإفراج عن التعيينات المقترحة من نتائج نعمة التفاهم الأخير بر باسيل ساري المفعول الذي سبق وتقاسم التعيينات الإدارية السابقة، والتعديلات المطروحة لمهام الهيئة الناظمة تفرغها من صلاحياتها وتلغي استقلاليتها وتبقيها تحت سلطة الوزير ويحولها بالتالي إلى هيئة استشارية منزوعة الصلاحيات. وبينما لم يعد المجتمع الدولي يخفي خيبته من تأخير لبنان عملية الإصلاح، فإنه سيكون أمام خيبة جديدة بعد الالتفاف على قانون التعيينات المقر أخيرا في مجلس النواب واعتماد آلية تعيينات وضعها وزير الطاقة وتفريغ دور الهيئة الناظمة من دورها الإصلاحي. التعيينات في مجلس إدارة كهرباء لبنان سالكة في جلسة الحكومة التي تنعقد اليوم في قصر بعبدة، وتشمل قائمة الترشيحات التي رفعها وزير الطاقة ريمون غجر 18 اسما لاختيار 6 من بينهم. عن السنة طارق عبد الله، أحمد الخطيب، أكرم حمود. عن الشيعة حسين سلوم، إيهاب فرحات وعلاء مكي. عن الدروز سامر سليم، شكيب حرب ومالك بوغنام. عن الأرثوذكس كريم سابا، نقول النخل وموريس طمب. عن الكاثوليك حبيب سرور، وسام يعقوب وجيلبير الحاج. عن الموارنة شادي كريدي، كرم عيد ونسيب نصر. أما تعيينات الهيئة الناظمة فالخلاف لا يزال قائما على الرغم من أن التفاهم أكد التزام بلاده بمساعدة لبنان على حل أزمته الاقتصادية والمالية، وشدد خلال لقائه نظيره اللبناني نصيف حتي على أن صندوق النقد الدولي هو الباب الأول الذي يجب قرعه للوصول إلى الحل. وتوافق الوزيران على أهمية استقرار لبنان ودور اليونيفيل في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب. ويتولى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته مساء اليوم تظهير دعم حزب الله لحكومة الدياب وتمسكه ببقائها في تناوله للتطورات الداخلية والإقليمية. لقاء سيدة الجبل وحركة المبادرة الوطنية دعا إلى عقد لقاء وطني لإطلاق مقاومة سياسية ديمقراطية ضد الاحتلال الإيراني وذراعه اللبنانية حزب الله تحت سقف الدستور واتفاق الطائف والإجماعات العربية والشرعية الدولية. ودعا المجتمعون هذه السلطة بدءا برئاسة الجمهورية إلى الاستقالة فورا، وانتقدوا التقاعس الرسمي واعتبروا أن وضع لبنان الحالي يستدعي أن يكون البرلمان في حالة انعقاد مستمر. دومينو المصائب بعد الفاصل. حل
حلم الهروب يتبخر وأبواب الهجرة تقرع ولا من يفتح، فإلى أين المفر؟ نقطع السطر يفتح الملف مع رئيس مؤسسة لابورا الأب توني خضرة ومداخلات للبروفيسور بطرس لبكي وأستاذة علم الاجتماع ماريز يونس ومعنيين. الثلاثاء بعد نشرة أخبار الثامنة والربع مع نوالي شعبود عبر صوت لبنان. يمكنكم طرح أسئلتكم عبر استخدام هاشتاج نقطع السطر من خلال عنوان صوت لبنان على تويتر @صوتلبنان. في منشات المساء اليوم الثلاثاء: مع تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، هل يتجه لبنان نحو الإصلاح أم يبقى في دوامة المحاصصة؟ وهل يصمد البلد أمام الصراع الأمريكي الإيراني مع تسارع وتيرة الانهيار؟ الجواب مع أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية الناشط السياسي الدكتور ميشيل دويهي. معشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة الخامسة والربع. إعداد وتقديم إلان زغيب عيسى. العتمة مستدامة والتقنين القاسي لا يوفر منطقة من بيروت إلى كل المناطق، وبلغت القطاع الاستشفائي بما ينذر بأوضاع صعبة، واضطر مستشفى رفيق الحريري الجامعي أن يلجأ إلى خطة تقنين طارئة. وأفادت مؤسسة كهرباء لبنان أنها تزود هذا المستشفى ب18 ساعة لحسن سير العمل الطبي في المستشفى. حول هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس دائرة الهندسة والصيانة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي المهندس جهاد الشحيمي. صباح الخير. صباح النور. السؤال الطبيعي: معاناة المستشفى منذ يوم الجمعة الماضي، تقنين قاسي، اضطرابات، كيف ستؤثر كل هذه الأمور على سير عمل المستشفى؟ الحقيقة نحن من يوم الخميس انوضعنا على خط تقنين قاسي جدا، يعني كانت قطع الكهرباء حوالي من 15-18 ساعة يوميا. اضطرينا خلال هذه الفترة نحن نقوم بإجراءات طوارئ في المستشفى، قمنا بقطع التبريد مشان نخفف من استهلاك المظبوط للمولدات، قمنا بقطع التبريد عن الموظفين يعني اللي هن منا وفينا عن المناطق الإدارية، وأبقينا التبريد على غرف المرضى المعدات الطبية لأنه ما فيك تمشي المستشفى بدون معدات طبية، على الآي سي محل الحجرات لازم تطلع حرارتها، غسيل الكلى، الصيدلية محل الأدوية. اضطرينا نحن انه نتخذ هذه الاجراءات. هلا خلال هذه الفتره المدير كان بالاتصالات مع المعنيين، فحطونا على خط اعتبارا من السبت بعد الظهر، حطونا على خط تقنين احسن، يعني صارت تجي الكهرباء بمنطقه 15-16 ساعه، صارت تجي 16-17 ساعه الكهرباء. فبلشنا هلا عمليه دراسه لتخفيض الاجراءات اعتبارا من اليوم، حنرجع التبريد للموظفين اعتبارا من صباح اليوم. نعم. تأثرت شيء العمليات الجراحية أو أنواع العمليات الجراحية؟ الحقيقة نحن عندنا 2 غرف عمليات. من ضمن الإجراءات اللي اتخذناها للتخفيف من استهلاك المظبوط، قمنا يعني من 2 غرف عمليات نزلتهم للأربع غرف عمليات. لا ما تأثرت، يعني هلا بتأجل شوي العملية أو شيء من النوع ممكن، بس ما يعني أهم شيء إحنا كنا نصحة المريض إنه مريض عم يتوزع كمان عم يخوف ما بيصير، فتخفضت من 2 غرف لأربع غرف عمليات. هذا قبل اليوم اعتبارا من اليوم بعد هلا أنا عم نعمل إجراءات جديدة، حنرجع نزيد ونصير 6 غرف عمليات، وإذا تحسن شوي يعني التأمين، خاصة شوي التأمين، هنرجع كما كنا من قبل. طب مستشفى هي خاصة يعني تتابع حالات الكورونا، كيف تأثرت كمان بهذه النقطة بالذات خاصة حالات الكورونا؟ حقيقة الكورونا مناطق الكورونا أنت تعرف إنها أن 2 مستشفيين مقصرين عن بعض، مناطق الكورونا ما تأثرت أبدا، كان إلى الأولوية إنه نحن ما نوقف فيها التدريب لجميع أمورها، يعني ما تأثرت الكورونا بأكد لك 100%. حتى المريض العادي بغرفته كمان ما تأثر، قلت لك يتأثر الوحيد هو الموظف اللي كان عم بيعاني وبعده عم بيعاني. استاذ شحيم، السؤال الطبيعي اليوم من بعد رفعوا شوي ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، هل اليوم المستشفى فيها تحتوي هذه الأزمة أم أنها ستنذر أيضا بمضاعفات؟
للي شغله، نحن هلا 6 ساعات تقديم، احنا 6 ساعات عندنا استهلاك مازوت باليوم، يعني بهال6 ساعات هدول عندي حوالي 3000 ل 4000 لتر. فخذوني من المازوت انا ما بكفي اكثر من اسبوع. نحن خلال الفتره اللي صار فيها الازمه اجانا دونيشن، يعني تبرع من شركه اتصال المسكره، يعني خلتنا شوي نوقف اجرينا. فانا بس كمية المازوت اللي عندي بكفيني حوالي انا 5 6 ايام 7 ايام حسب ما تنقطع التقنين في طريق الحل، مشيرا الى ترقب وصول باخره فيول مساء اليوم وتليها في اخر الاسبوع باخره اخرى. وتنفذ نقابه عمال ومستخدمي مؤسسه كهرباء لبنان صباح اليوم اعتصاما تحذيريا منذره بالتوقف عن العمل ووقف الصيانة والتصليحات. أزمة المازوت تضرب قطاع الاتصالات وتنذر باضطرابات أو انقطاعات، وقد سارعت أوجيرو إلى تقديم الاعتذارات المسبقة، وتوقع المدير العام لأوجيرو عماد كريدي الانتهاء من توزيع المازوت في كل السنترالات مساء غد بعدما تم التوصل إلى رفع كوتا ديزل المخصصة لهيئة أوجيرو. وفد من نقابة موظفي أوجيرو أبدى أمام وزير الاتصالات طلال الحوات رفضه مبدأ إلغاء الساعات الإضافية لأنه سيغير من إنتاجية المؤسسة. وتكرر مشهد قطع الطرق في بيروت ليلا ولا سيما في منطقة أصأص وتقاطع عمر بيهم وأوتوستراد سليم إسلام، وتمكن الجيش من إعادة فتح الطرق فجر اليوم، وسجل تجمع صباحي للشاحنات على أوتوستراد شارل حلو. على صعيد آخر، وبعد اعتماد سعر صرف مدعوم من مصرف لبنان عند 3200 ليرة لفترة شهر، أعلن مصرف لبنان أنه سيقوم بتأمين المبالغ اللازمة بالعملات الأجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية لزوم ما يعرف بسلة الحاجات الأساسية على أساس سعر صرف ثابت عند 3900 ليرة للدولار. ولعل المأساة التي وصلت إليها الجامعة اللبنانية ليست من قرار مدير كلية الهندسة في الفرع الثالث الذي طلب من الأساتذة تحضير الامتحانات للطلاب على ورقة واحدة والاقتصاد بالأوراق، بل المأساة تكمن فيما ينتظر الطلاب من كوارث في الأيام المقبلة. في كلية صيدا للأداب دعي الأساتذة إلى استخدام أوراق مستعملة أعيد تجميعها من المهملات لتصوير الامتحانات على الجهة غير المستعملة منها. رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف ظاهر شرح لصوت لبنان المعاناة، مؤكدا أنه على الرغم من كل الصعوبات لا إلغاء للامتحانات بأي شكل من الأشكال. نحن اليوم نتيجة الأوضاع المهترئة أعلننا الإضراب كرابطة كهيئة تنفيذية، داعيين لاعتصام اليوم. أنا بدعي الأساتذة كلهم ينزلوا قدام الإدارة المركزية لرفع الصوت. نحن كنا قابلنا دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير التربية وطالبين مواعيد من معالي وزير المال، حتى هلا بعد ما أعطاناش موعد. وصراحة يعني موازنة الجامعة هي ذاتها على 4-5 سنين هي ذاتها بالليرة، اليوم بالدولار صارت تسوى أقل من 50 مليون دولار. كيف بدها تمشي هالجامعة؟ مش بس الورق والكراسات، بل ما عندك المختبرات، عندك القاعات، لأنه بكرة جايين طلاب بالآلاف ما بقى فيهم يفوتوا على الجامعات الثانية ولا بقى فيهم يتعلموا برا. عندك الصيانات، عندك الإنترنت، عندك الكهرباء، عندك المازوت، عندك الفصة بصرة، بدك الأساتذة يفرغون، بدك أساتذة ملاك، بدك أساتذة جداد يتقعدوا معهم حسب الكفاءة. بدعي ودعينا نحن بالهيئة التنفيذية لتأليف هيئة طوارئ خلية أزمة لمعالجة أوضاع الجامعة. الوضع كثير كثير مزري جدا، يعني قالوا السنين بيهملوا الجامعة وبيحملونا نحن مسؤولية الاحتراء، وهن مش حاسين أنه عن يهمشوا هالجامعة، عن يهمشوا البلد كله من خلال هالجامعة. وصلت فعلا الأوضاع للاحتراء، ونحن صرختنا كثير كبيرة، ونحن عم نقول من هلأ أنه بداية العام الجامعي رح تكون متعثرة، مش بس نتيجة الأوضاع المهترئة، نتيجة المسؤولية الكبيرة المنقطعة على عاتقنا، ونحن مش قادرين نعدل بالتسرب الجامعي ولا قابلين أنه طلاب تعليم العالي يقعدوا بيوتهم أو يروحوا على البطالة والانحراف والتطرف والهجرة. دكتور داهر، السؤال الطبيعي بضوء النقص الحاصل، هل رح يأثر هيدا الأمر على الامتحانات يلي رح تصير؟ هل هناك اتجاه الى الغاء هذا الامتحانات مثلا وتكون؟ لا اكيد مش رح يصير في الغاء للامتحانات ولا بشكل الاشكال. يعني المدير اللي ذكرتيه والكليات
عم بيحاولوا قد ما فيهم، ونحن قلنا زمان يعني إذا بدك من لا شيء عم نحاول نغش الجامعة بقدراتنا الذاتية، بس لا يمكن هالشيء هذا يستمر بهالطريقة هاي. أكيد مش حنوقف الامتحانات من وراء الأوراق. آخر شيء نحن كأساتذة يمكن نشتري أوراق إذا الدولة ما اشتريت لنا أوراق وإذا الجامعة ما اهتمت بهالموضوع. لذلك بأكد لك إنه الامتحانات بدها تمشي، بس كمان بهالإطار يعني أنا حابب أقول شغلة إنه في طلاب كتير تعلموا عن بعد عبر الإنترنت وما كان عندهم الإنترنت، ما كان عندهم كهرباء، فكمان بدنا نراعيهم، بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه يمكن بعض الاحيان نعيد المحاضرات، بعض الاحيان نخفف يمكن البرنامج شوي، لانه لا يمكن ان نعطي شهادات شوكولا ابدا. نعتبر بسؤال، الاعتصام امام الاداره المركزيه هون بالمتحف اي ساعه اليوم؟ اليوم الاعتصام الساعه 11:30، وانا برجع بكرر بدعي كل الاساتذه متعاقدين ومتفرغين ومهملات ومتقاعدين حتى ان ننزلوا، لانهم كلهم منطرين مثل ما انه منطر الشعب اللبناني، بس احنا الدفاع عن الجامعه اللبنانيه هو حق مقدس للشعب اللبناني. اثنتا عشرة إصابة بكورونا، بينها 11 من المقيمين وإصابة واحدة من الموافدين، والإجمالي ارتفع إلى 1885. وزير الصحة حمد حسن حدد في ندوة عبر الإنترنت نظمتها الإسكوا تحديات لبنان المستقبلية التي تتركز على الحد من التفشي المجتمعي وتتبع الحالات المصابة والاستمرار في تجهيز المستشفيات الحكومية على المستوى المتوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة في موازاة التحضير لعودة آمنة إلى الحياة الطبيعية في الخريف المقبل. اغتال مسلحون المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي بإطلاق الرصاص عليه أمام منزله في بغداد. الهاشمي الذي كان متخصصا في تحليل أنشطة الجماعات المتشددة سبق وتلقى تهديدات من المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقية أبو علي العسكري وفق ما ذكرت مصادر عراقية. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعفى القائد الأمني المسؤول عن منطقة الاغتيال من منصبه وتوعد القتلة بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل، مؤكدا أنه لن يسمح بأن تعود عمليات الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي. أضاف القاضمي إن السلطات ستعمل على حصر السلاح في يد الدولة فقط، مؤكدا أن الهاشمي كان صوتا مساندا لقوة العراق ضد الإرهاب. وقع انفجار ضخم في معمل تابع لشركة سيباهان بورش جنوب طهران ما أدى إلى سقوط قاتلين على الأقل وعدد من الجرحى بحسب وسائل الإعلام الإيرانية، ويشار إلى أنه الحادث الخامس من نوعه الذي تتعرض له إيران خلال أيام في إطار سلسلة الانفجارات والحرائق الغامضة التي تشهدها مواقع نووية وعسكرية إيرانية. وشركة سيباهان وهي شركة مستقلة لتكرير النفط، وهي واحدة من المنتجين الرئيسيين للديزل وزيوت المحركات في الشرق الأوسط. وعلى خلفية تصاعد موجة الاستياء الشعبية من السياسات الاقتصادية للحكومة الإيرانية، يعتزم نواب إيرانيون متشددون استدعاء الرئيس الإيراني حسن روحاني لاستجوابه في خطوة قد تؤدي في نهاية الأمر إلى توجيه اتهام رسمي إليه. في غضون ذلك وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السياسات الأمريكية حيال بلاده بأنها حرب شاملة، ودافع ظريف عن نفسه أمام مجلس الشورى ورد على اتهامات النواب له بالكذب منتقدا أسلوب التعامل معه، وكشف أن إيران تتفاوض مع الصين لإبرام اتفاق شراكة استراتيجي لخمس وعشرين سنة ويتعلق باستثمارات في قطاعات مختلفة. أعلنت سلطات الهجرة الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تسمح للطلاب الأجانب بالبقاء على أراضيها إذا كانوا مسجلين في مؤسسات تعليمية قررت بسبب الكورونا إعطاء حصصها التعليمية كاملة عبر الإنترنت عند استئناف العام الدراسي في الخريف المقبل، ودعت هؤلاء الطلاب لمغادرة البلاد أو الانتقال إلى كليات تشترط إلزامية الحضور شخصيا لمتابعة الدروس، وذلك للمحافظة على وضعهم القانوني. اعتبر رئيس الكنيسة
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل أن الدعوات للمطالبة بتحويل الأثر التاريخي آيا صوفيا في اسطنبول إلى مسجد تشكل تهديدا للمسيحية. ويأتي موقف كيريل ردا على اقتراح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإعادة المبنى الأثري المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو إلى مسجد مرة أخرى. أصدرت السلطات الصينية تحذيرا من المستوى الثالث بعد يوم واحد من إبلاغ مستشفى بحالة يشتبه بأن تكون طاعونا دبليا، ويمنع التحذير صيد أو أكل الحيوانات التي قد تحمل الطاعون، ويطلب من الناس الإبلاغ عن أي حالات يشتبه بأنها طاعون أو ارتفاع في الحرارة من دون أسباب واضحة. ختام النشرة مع الأحوال الجوية. الجو رطب وغائم جزئيا، ودرجات الحرارة على السواحل تصل إلى 30 درجة. كان في هذه النشرة أزمة التقنين تبلغ القطاع الاستشفائي وأوضاع الجامعة اللبنانية إلى مزيد من الاهتراق. ويوسف ظاهر لصوت لبنان. وضع كتير كتير مزري، علمنا الإضراب كرابطة، جايين لاعتصام اليوم قدام الإدارة المركزية لرفع الصوت. الكهرباء تختزل الحكومة بتفاهمات بري. ومعاودة الاغتيالات في العراق تستهدف الناشط هشام الهاشمي. بهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا للمتابعة.